والله لسه ما اجى. صدقيني يا فايزه لو كان هون كنت قلت لك تيجي فورا لحتى تقابليه. ولو حبيبتي هلا انا اذا ما خدمت رفيقه عمري مين بدي اخدم لكان؟ لا هذا السؤال ما بقدر جاوبك عليه. لا 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 اوعك تفكري هيك تفكير منوب، لانه المدير العام بيطلعني على كل شارده وورده بالمديريه. شو اسمي سكرتيرته لكان؟ لا ستي مو وجهها على الفاضي. اعدم عيوني يا فايزه. لك معاونته يلي المفروض فيها تعرف كل كبيره وصغيره بالمديريه ما بيامن يطلع على اي كتاب او تقرير، وكل ما بده شغله خاصه او مهمه حساسه او قضيه مهمه بيندهلي لإلي لحتى احفظ له اياها بالغزاني اللي مفتاحها معي ومع سيادته وبس. معلوم العزله رز لكن للكشكه. على كل حال ولا يهمك حبيبه قلبي، وحياه عينك مجرد ما يكون في شاغر بالمديريه رح تكوني انت السباقه. اوكي خلينا على اتصال. ها طيب باي باي. صباح الخير عم سماحه. صباح الخيرات. اجى المدير العام ولا لسه؟ لا لسه. عرفتي لي امتى الاجتماع ولا لسه؟ اخي سأل مديرك بيقول لك. يعني تعين مكان الاجتماع ولا لسه؟ شبك بإني فرد بقى لسه ما بعرف شيء بنوب. اسف عم سماحه بس كان بدي يعني مشان. طيب خلص اوكي. شكرا. صباح الخير ملاحات. صباح الخيرات استاذ. يعطيك العافية. الله يعافيك استاذ. شلونك يا ملاحات؟ الحمد لله ماشي الحال. It's a beautiful shining day. I hope never one will spoil it. ان شاء الله استاذ ان شاء الله. شو بتحب تشرب؟ نفس كافيه مع كوفي ميت if you did not mind. ولو استاذ انت بتأمر. وين رايحة؟ رايحة وصي على الطلب. طيب وصي عليه وارجع يلا بعليكي عاوزك. طيب. امور استاذ. ايه ملاحات تفضلي علي شوي لو سمحتي. ايه ستي يا ترى اتصلتوا بالمدير التجاري الالماني الهير كلاوست بالاوتيل؟ اتصلنا فيه استاذ وقال رح يكون هون بعد ساعتين مشان توقيع الاتفاق. كثير عظيم. وبالنسبه للتلفزيون والاذاعه والتغطيه الاعلاميه شو صار فيها؟ كل الصحف والمجلات الخاصه والرسميه صار عندهم علم بالموضوع من امبارح، وقبل شوي اتصل الاستاذ رأفت مدير التلفزيون عم يستفسر ويستوضح، وانا اكدت له الموعد لانه رح يبعث الكاميرا المحموله والمصورين لتغطيه مجريات توقيع الاتفاق. رائع حلو كثير يعطيك العافيه. وبالنسبه للمترجم قبل شوي اتصلت مع الاستاذ نور الدين من شان. لحظه ملاحظ لحظه، انا مترجم؟ المترجم الفرنسي استاذ. ليش الهير كلاوست لغته الثانيه مو انجليزي؟ لا استاذ لغته الثانية فرنسي. والله كل فكري انه رح نتفاهم بالانجليزي. ومين قال لك انه ما بيعرف انجليزي؟ معاونه قال هيرو ويليام. يا حبيبي وانا اللي عم غرد بالانجليزي من الصبح حتى حمي لساني. على كل حال مو مشكلة، الأستاذ نور الدين ممتاز. المهم حضرتي الترتيبات اللازمة مشان وليمة العشاء؟ كل شيء جاهز أستاذ. وين حجزتي؟ بفندق قصر المؤتمرات. لا معلش ملاحت، هالمرة خلينا نعشي الوفد يا بمكتب عنبر يا اما بقصر الثقافة. خليهم يتعرفوا على آثارنا ويغيروا جو. فكرة حلوة استاذ، على كل حال هلا بقوم بكل الترتيبات، بتأمر بشي ثاني؟ لا سلامتك، بس أكدي لي على دعوة رجال الأعمال ومدراء مؤسسات القطاع العام والخاص والمشترك ومدراء الغرف. صار عندهم علم من 3 أيام. بارك الله فيك، هذا كل ما هنالك، تفضلي شوفي شغلك. أمرك استاذ. ملاحات. نعم. شو رأيك بالجرافي؟ جائرة ولا الناس في الطعم؟ لا بالعكس كثير حلوة. هي ذوق مرتي ها؟ الله يخلي لك اياها، بالإذن. على السلامة تفضلي. شو أستاذ عفان؟ شايفك قاعد بسطان. شو بدك مني ساوي لك؟ شو بدي منك؟ ما بقي على توقيع البروتوكول الاقتصادي الا نص ساعة. تشرفنا سيدي. وإذا كان يعني؟ يا حالي يعني دوبك تتحرك؟ يعني ما بدك تروح؟ أعوذ بالله، ليش بقدر ما أروح؟ بذكرى بيقولوا المستشار الاقتصادي للمدير العام أخذ موقف، بتتعقد المسألة وبعدين لها أبعاد بصير وبتكبر القصة. ليش في حدا زعجك؟ لا ما حدا زعجني، بس هي البروتوكولات عم تسبب لي العصب يا. وليش بقى؟ يعني ما بتعرف؟ ياما اجانا وفود من دول
وياما بعثنا وفود لدول، وياما مضينا اتفاقيات وبروتوكولات اعلاميه وفنيه وتجاريه واقتصاديه وصناعيه وثقافيه وخلافه. ورغم هالشيء كله عم تضل معظم هالاتفاقيات حبر على ورق. وهي قلتها، وياما استنينا نتائج البروتوكولات بس على قله فائده، والوفد اللي عم يجي ما عم يورجينا خلقته مره ثانيه. يعني هالاتفاقات مو فعاله؟ ولك اخي والله ما بعرف، بيروح مدير بيجي مدير وبتتغير كل التدابير. لا، وكل مدير جديد بينصرف جهد يلي قبله بحجه انه يلي قبله ما كان كثير فهمان. يعني باختصار ما في مساعي لاحقه متممه لمساعي سابقه، وما في خطه مدروسه وموضوعه للتنفيذ. كل مدير جديد بده يجتهد على كيفه، وما حدا بيعترف بفضل حدا، كلهم بدهم الفضل يبدا من عندهم. طيب هالوفود اللي وقعت هالبروتوكولات شو عم يصير فيها؟ يا عمي اللي عم يصير انه الجاد ما بيصافح الهازل، والدؤوب ما بيعترف على المهمل، واللي بيشتغل لوطنه ما بيحترم يلي مو عارفان مصلحه وطنه، والانسان المبرمج والمنظم ما بيحب المتسيب والفوضوي. هي هي كل القصة. يعني معقول ما تروح استاذ؟ ومين قال لك انه ما بدي روح؟ مساء الخير. ما من شك في أن العلاقات بيننا وبين دولة الوفد صديق، آخذة في السير على درب التعاون الوثيق والثقة المتبادلة والاحترام الكامل. ويسرنا أن نغتنم فرصة زيارة الوفد الصديق لبلادنا لنعقد صفقات تجارية واقتصادية ينتفع بها شعبانا، ليصبح بعدها كل منهما شبعانا. C'est une bonne occasion qu'on visite vos pays et qu'on fasse la connaissance avec votre civilisation. إنها لفرصة طيبة أن نزور بلادكم ونتعرف على حضارتكم. On vous remercie beaucoup de votre accueil. ونحن نشكركم على حسن ضيافتكم واستقبالكم. Ça nous plaît beaucoup votre construction ici dans votre pays. وقد أعجبنا بكل ما رأيناه من نهضة وعمران. On souhaite que la collaboration reste toujours entre deux pays. ونأمل أن يستمر التعاون المثمر بين بلدينا لما فيه خير شعوبنا. تفضلوا على التوقيع. سيناتور. ما رأيكم بهذه الخطوة التي تحققت الآن؟ سيادة رئيس الوفد، ما هي انطباعاتكم حول توقيع هذا العقد؟ ايه طيب أنا برجع بحكي معك. استاذ عرفان. نعم. دخلك هدول الاتفاقات على البروتوكول موجودين عندك؟ ليه؟ حاضرين. طيب وين بتريدوا نحتفظ فيها؟ بتريدوا نسلمها لرئيس الديوان ولا نعطيها للأرشيف؟ وين ما بدك حطها، بالديوان، بالأرشيف، بالقسم، بالفرع، مو فارقة، النتيجة واحدة. ماشي. رح تحضروا حفل العشاء اليوم؟ طبعا. في قط بيهرب بالعرس. شغله تعودنا عليها يا عمي، توقيع ومصافحه وعشاء
والاحتفاظ بالعقود للذكرى بالارشيف. Et aussi ils ont une autre cuisine, c'est l'eau d'aubergine écrasée fait avec le jus de sésame. C'est très bon ça. Vous aimez bien le côté. Très bon. Ça c'est pour bien manger ça. C'est bon? C'est très bon, très bon. Votre cuisine orientale est vraiment très bonne. عظيم. طيب اشرح له عن المأكولات شوي برقي يعني حابب انه يستفسر عن نوعية الطبخ او شيء. نو نو جي جي كوتي سي تري بون لو كوبي. عم بيقول انه الكبه كثير 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 طيبه. وسي لو تابولي والتابولي كثير عجبني. سا سي شي نو سيرفي لو تابولي وسي اليا لي زوبرجي اوكراني. والمتبل كثير طعمته غريبه. طبعا ما بيعرفوا الطحينه اصلا ولا بيعرفوا يشوا الباذنجان. لا ما بيعرفوا. لا. عظيم جدا. وكيف انطباعه العام عن نهضة بلادنا؟ J'ai jamais cru que votre pays c'est vraiment beau. عم بيقول إنه ما كان بتوقع إنه بلادنا بهالجمال هاد. J'ai entendu sur votre civilisation. كان يسمع كتير عن نهضتها وعمرانا. Mais la réalité est plus beau. بس الواقع أجمل بكتير. عظيم عظيم جدا. بس عم بيقول إنه عتبان عليكم كتير. عتبان؟ أوف وليش بقى؟ Pourquoi? Eh bien, il y a deux ans, on se prépare une exposition foire dans la ville européenne. Sidi عم بيقول إنه من مدة سنتين وبلاده عم تحضر المعرض الاقتصادي بمدينة روبيان. Et bien sûr, c'est la télévision qui a parlé aussi les journaux. وهالمعرض سبقته دعاية واسعة بمختلف أجهزة الإعلام من صحف ومجلات وتلفزيون وجرائد. Et on n'a jamais reçu votre réponse sur l'invitation. وبعتوا لنا دعوة للاشتراك بهذا المعرض العام. بس للأسف ما تلقوا جواب. معرض روبيان؟ شو هذا؟ ما بعرف. شو هذا معرض روبيان يا أستاذ؟ أنصحك ما عندي فكرة أنا. يعني ما أجتنا دعوة بهالخصوص؟ أعذرني أنا ما عندي فكرة نهائياً عن شو عم تحكوا لأنه ما بصير. ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال. اسأل لي يا أستاذ نور الدين أقيم هذا المعرض ولا لسه؟ لا باقي شهرين. بسيطة مو مشكلة. قل له يذوق سلطة هالشوندر هي بالطحينة ما عندهم منا. طول بالك أستاذ ما في داعي تنقهر لهالدرجة. لك شو انقهر؟ شو انقهر؟ قولي رح أطق رح انفجر بيكون أحسن يا ملاحات. خلص أستاذ روق كل شيء له تدبير. إنه بس بدي أفهم شلون فاتك هالقصة؟ شلون ما بتعلميني إنه في عنا دعوة بخصوص معرض روبيان الاقتصادي؟ شلون؟ صدقني يا أستاذ أنا ما استلمت شيء ولا وصلتني أي دعوة بهذا الخصوص. يعني معقولة تكون وصلتني مخبية عنك؟ أصبح مين المسؤول؟ مين سكة العطل بهالمديرية؟ هو عادة الدعوات بيستلمها المستشار وهو بيحول لنا إياها وأنا شخصياً بحطها على طاولتك بس أنا ما استلمت شيء. لك يخرب بيت هالمستشار بالذات شو إنه معنطز وشايف حاله؟ لا وكأنه هو المدير العام وأنا بيقعد لي على طاولته مثل الخنزير المقوص لا بكش ولا بنش ولا بيعبس ولا بيبش ونهدد على أرنبة منخار ودبانة ما بيقول لك كش ولا بينطش. وبصراحة بحسه كأنه رقيب علي وما بستفيد منه برأيي أبداً ومهما حاولت أعصره ما في ثمرة. زلمة سلبي على طول الخط. آخ صدقيني يا ملاحات يا ملاحات بالأفق إشارات بتخليني قيله فوراً. اسمع مسترجي الكبار فرضينه علي بالزور بالزور. وينه هلا؟ بمكتبه بظن أستاذ. بمكتبه؟ اي والله لو حطينا له الطاولة على الأسطوح حتى يداوم عليها مثل انه عطير كثير عليه. معلوم يا عمي شو على باله؟ فخامة وفخفخة وجخ ورخ وشوفاج ومكيف وابو زيد خاله. الو مرحبا. تعال لعندي استاذ داوود شوي اذا بتريد. هلا بتشوفي شلون بفوت. لا بينقر على الباب ولا بينطش بفوت هيك دشني دشتة العافية طم غم بيوقف قدامي مثل اللوح مثل السهيان قال شو ناطر أوامري ولك إن شاء الله ريته. معلش أستاذ طول بالك هذا شي منه كتير. ما فهمت عليكي شلون شي منه كتير؟ بظاهر عمل معك شي فصل ناقص مو هيك؟ أعوذ بالله طالما أنا مسماي عليك ما حدا بيسترجي قرب علي.
شلون مسمعي علي انت الثانيه؟ عفوا استاذ، انا قصدي طالما انه انا سكرتيره المدير العام الكل بده يرضيني حتى ارضى. هذا طبعا كله بفضلك. ايوه ودخلك هالمستشار داوود افندي حاول يضايقك شيء؟ حاكم روح قلبه هالشنطر حفانه المي والفي وشكل الحسن. شكرا استاذ، هذا من ذوقك. ما عم غازلك انا، عم بوصف لك طباع داوود افندي. حياتي استاذ. لك يا اخي شو قصه هالدعوه هاي اللي اجتنا من معرض روبيان الاقتصادي؟ شو يا سيدي؟ المعرض يلي حكى عنه رئيس الوفد الاجنبي. ما عندي خبره. يعني ما وصلتك دعوه رسميه ونسيت تعطيني اياها؟ يا سيدي لا دعوه ولا نعوه، اصلا مو انا المسؤول عن هالموضوع. لكن مين مسؤول؟ هيك شغله رؤوف افندي رئيس الديوان، هو بيستلم الدعوات والكتب الرسميه وهو اللي بيفرزها. انا شخصيا الحقيقه ما استلمت شيء. شوف يا داوود افندي، انا وصلاني معي شغله لراس منخيرها، وقسما بالله اذا ما لقيتوا لي هالكتاب لا اقلب عليها واعطيها، وراح تشوف هالمديريه راح تشوف مني شيء ما بيصير ابدا. عفوا استاذ، انا مالي تلميذ عندك بالصف، انا مستشار، والمستشار ما له علاقه بالروتين وهالقضايا التنظيميه هي. ها وبايش لك علاقه لكان؟ إلي علاقة بالمهمات اللي بتكلفوني فيها حضرتكم وبس. أنا مستشار، ولا تنسوا إني موضوع تحت تصرفكم شخصياً. روح عود ببيتك، عود ببيتك واستنى راتبك. شو عم تستنى؟ لساتك واقف؟ طول بالك أستاذ، ما وصلت الشغلة للمواصيل، يعني كل هالإنزعاج من شقف الدعوة. مرحبا دعوة. هالدعوة بالذات لمعلوماتك عندي اياها اهم من دعوة لحضور زمر وطبل وفقش بفندق الشيرمتون، فهمت ولا ما فهمت؟ الله وكيلك بتجينا دعوة من هالفنادق لحضور حفلة طرب وعشاء، منركض راسنا عم يسبق رجلينا نحن ونسواننا، ومنزعل لانه الرقاصة الفلانية ما اجت والمطربة العلتانية اعتذرت، وابو عبده زعبوبة اختلف معهم على الاجر واعتذر. اما دعوه مشان نرفع فيها راس الوطن فهالشيء مو خاطر على بالنا منوب. روق استاذ، لا بد ما يلاقوها، والاستاذ داود على سلامته الا ما ينكش وينا. ينكش وينا؟ بسيطه معلش، اطلبي لنا فنجان قهوه اذا بتريدي. هيك ها، الله يخلي لنا اياك، انا رح اسوي لك القهوه. عود استاذ، وين؟ عود تفضل، بدي اشرب القهوه انا وياك، ما بحب اشربها لحالي مثل المسودنين. عندي منين دخلوا لكم الكتاب يعني؟ بعدين وين هي مدينة روبيال؟ وين بتصير يعني؟ مو شغلنا يا رؤوف افندي، مو شغلنا، انت طالع الكتاب وصلى الله بارك. لسه بقول لي طالع الكتاب، ايش محطه بجيبتي ومخبي عليكم يعني؟ يا رؤوف افندي، سيادة المدير العام مرفع معه وبده الكتاب من تحت الارض. بقى الله يرضى عليك، عمل لي جهدك بالقصة، لأنه بيني وبينك ما بدنا لا فضيحة ولا جرصة. أنا خلص عملت اللي علي. افتصرت ما عاد فيني حيل، صار لي ثلاث ايام على الحالة، لك صرت شوف مدينة روبيال بمنامي يا اخي. الو نعم. اهلين سيدي. حاضر. يا سيدي طول بالك علينا شوي. فعلا ما لقينا. حاضر سيدي حاضر. امرك. بيصير ليش حتى ما يصير سيدي؟ على راسي على راسي. حاضر. شو قال لك؟ قال بده يخرب بيت المديريه كلها زي ما طلع الكتاب. طيب والعمل؟ ما في غير ندور عند رئيس الشعبي. شو مستني لكان؟ امشي لعنده هلا. تفضل. ابو زهير يرضى عليك رجع لي الملفات كلها لمحلها، مو ناقص ما يضيع كتاب ثاني. حاضر. عم بسألك مين بيحتفظ بالصادرة والواردة عادة؟ ولك عم بسألك حاجة قر، رئيس الديوان ولا رئيس الشعبي؟ ماشي حال، جاي فورا.
يا سيدي تفضل شوف بعينك. هي دفتر الصادر والباردي، مو مسجل عندي شيء بخصوص الموضوع من سنه، بقى لا تجننوني مشان الله، انا من دون دفع برقص. والله معك حق يا استاذ موفق، انت مشهور بدقتك ونظامك وترتيبك، وما في شيء بدي عندك لا ورا ولا خرا. اصبع شو اعمل هلا؟ يا اخي بركي ضايعه بالبريد من روبيان له، بركي ساعي البريد مضوحه، بركي محروقه، بركي مشقوقه، بركي ملعون او افطاصه. ايه هلكتونا وهلكتوا المديريه لهالدعوه. لك قص قص، شو بدك بهالحكي هلا؟ شلون شو بدي بهالحكي؟ قبل شوي اكلت بهدله بتسوى حياتي من المدير العام من شانه. المهم هلا رجع ضبطك وراك ورجع كل شيء مثل ما كان. رجع كل شيء مثل ما كان؟ ليش الضبط مثل النكت؟ يعطيك العافية. يعطيك العافية. أهلا سام شريف تفضل. ابعث لي ورق أمير المحفوظات، خليه يجيب لي دفاتر الكتب المحفوظة من مدة سنة وجاي لهون. بك أستاذ دفاتر هون، فكرك ما خطر ببالي هيك خاطر يعني؟ ما شاء الله عليك شو فالح. عفوا أستاذ، بدي أسألك سؤال لو سمحت. تفضل. يعني شو عليه لو رحنا للمعرض واشتركنا فيه بدون دعوة؟ هيك؟ يعني فكرك الشغلة فوضى؟ مو فوضى، بس يعني قصدي هلا أنت تقدر تروح على عزيمة بدون قرض دعوة؟ بيقلعوك من على الباب، بيقلعوك. بدك تبرز لهم البطاقة إنك معزوم. مزبوط ولا لا يا ملاحات؟ مزبوط أستاذ. بتقدري تفوتي على وليمة عشاء بدون بطاقة دعوة؟ أنا؟ لا أستاذ، أنا لا ما بفوت أبدا. طبعا لا، وإلا كانوا فاتوا كل هالناس اللي بالطريق وتعشوا بلاش مثل تكية السلطان. بعدين أستاذ، نحنا لازم نبعث لهم رد رسمي عم نقول فيه بناءً على دعوتكم رقم كذا بتاريخ كذا، يسعدنا أن نلبي هذه الدعوة. إيه لك أي يسلم لي الفهيم إلهي، يعني أنتوا اللي دعيتونا مو نحنا مستقتلين على الروحة، وكل هالشي مشان قدر بلادنا ومكانتنا بين المشتركين. طيب سيدي، ابعتوا له الرسالة واطلبوا فيها أنه نكرروا دعوتهم لنا. يا الله، أنا وين وأنت وين؟ لك بدك 100 سنة ضوئية حتى تقدر تجمع تفكيري مع تفكيرك. عفوا أستاذ، ليش عم تحكوا هالحكي يعني؟ إنه يا بني آدم، حدا بيبعت رسالة لدولة ثانية وبيقول لهم فيه اعزموني وبتلقى عليهم تلقيح مثل الضيف الغليظ؟ ما بعرف، أنا رأيي ننسى الموضوع من عين أصله، بيكون أحسن. ما بقلك لا، لأنه فعلاً إذا ما لقينا الدعوة رح أنسى الموضوع كله، بس هالشيء له نتائج وخيمة على الجميع. ماشي الحال، بكرة منشوف. شو هاد؟ سيدي هذا الدفتر ما له علاقة بالصادرة والواردة، هذا دفتر تقارير، بس قلت لحالي بركي الدعوة مدسوسة بين وراقه من غير ما نحس. أيوة، وشو هالورقة هاي؟ سيدي اقتراح ودراسة كنت بدي ارفعها لجنابكم. وشو هالدراسة بقى؟ استيراد وتصدير سيدي. ها ايوه، استيراد وتصدير. وحضرة جنابك بدك تصدر قطن لمصر وقمح لكندا؟ يا حبيبي على هالدراسة يعني مو ناقص الا انك تصدر لسويسرا ساعات وللسعودية بترول. الحقيقة هي مجرد دراسة على الورق واقتراحات. يا حبيبي اسمعي يا ملاحة، سيادة المستشار شو بده يستورد؟ بده يستورد تفاح ودراقن وبندورة، يعني خضروات وفواكه. واحزني منين بده يستوردهم؟ من وين؟ من السويد. يعني مو ناقص الا انك تستورد البردو واللوز من انجلترا والموز والمانجا من ايسلند والقنبلة السرية من الحبشة والدولار من روسيا. سيدي هذا مجرد اقتراح، انا مو رضيان عنه لسه، بدليل اني ما بعثت لكم اياه وخليته حبيس الادراج. ايه عملت منيح، خليه حبيس الادراج. يمكن لي تليفون سيدي. تريك ارو. نعم نعم، انا المدير العام. كثير نعم، جميل جدا، اسمعني لعندي على المكتب جاي فورا. خير استاذ، ان شاء الله التقى الخطاب. ايه عم يقولوا لقوه بالارشيف. خير يا طير، هاتوا لشوف، سمعونا شو الاخبار. سيدي ابو انطون
مسك طرف الخيط. شو مسك؟ سيدي بعد البحث والتدقيق لقيت بسجل وراء ما يشير إلى استلامنا خطاب دعوة لمعرض روبيان الدولي. وهالشي سيدي مثل ما بتعرفوا مأكد بالرقم والتاريخ هون ومدون عندي بالسجل. ونحن سيدي بعتنا يعني مو مرعتنا بعتنا رد على الخطاب بالموافقة على قبول الدعوة. سيدي حلو كتير، عظيم جدا، رائع. بس شو اللي خلاك تفتش بالأرشيف؟ مدير الدائرة التجارية سيدي. يعمر دينك وينصر دينه، لازم تترفع انت وياه، لازم. مناحك سجلي لي اسمائهم. امرك استاذ. ايه سيدي، هات لشوف وين الخطاب. سيدي هون المشكلة. انو مشكلة؟ سيدي بعد ما طلعت الرسالة من عند المدير التجاري ما بنعرف وين اختفت، بس الرقم والتاريخ موجودين. ها موجودين هون. لك شو بدي بالرقم والتاريخ يا ابو انطون؟ رسالة الدعوة تبع معرض روبيان وينها؟ لعند مين تحولت؟ سيدي يا ريت يكون عندي علم، يا ريت. يعني وين راحت؟ وين اجيت؟ وين اختفت؟ وين صفت اراضيها؟ الله ربكم هو الوحيد اللي بيعرف. عفوا استاذ، عم تقولوا معرض روبيان؟ على شو عم ندور اللي كان صرنا 3 ايام يا ملاحات؟ انا ما بعرف عن مزبوط، بس يمكن عندي علم عن الموضوع. استاذ في عندي فكره ممكن اقولها لحضرتكم على انفراد. ايه معلش يا شباب، الله يعطيكم العافيه، بامكانكم تروحوا لمكاتبكم. شكرا سيدي. ايه ملاحات، هاتي سمعينا لشوف. نعم استاذ. حاكم سيادة الوزير هلكني بالتليفونات وبده جواب سريع، لأنه لأسباب سياسية عليا لازم بلدنا يشترك بهالمعرض مهما كانت المصاعب. استاذ من كتر ما سمعت كلمة معرض روبيان اتذكرت أنه سلموني بالدائرة التجارية رسالة لحتى أعرضها على حضرتكم. أنت أنا عطيتك الرسالة، هلأ اتذكرت كأنه هذا الشيء صار مبارح. أنت عطتيني الرسالة؟ إمتى صار هالشيء؟ الصيف الماضي استاذ. يا ملاحات يا ملاحات، الصيف الماضي. نعم استاذ، وقتها كنت حضرتك طالع على المطار تودع الوفد السياسي، وبنفس اليوم كنت طالع على الفيلا تبعك بسهل الزبداني، وانت عم تركب سيارتك سألتني في شيء مستعجل يا ملاحات، انا اعطيتك الرساله. شو هالحكي؟ ايوه مزبوط، هلا تذكرت. تذكرت منيح استاذ. ولو طبعا. ولك يا حبيبتي قولوا انكم عم تدوروا على رسالة معرض روبيان. ايه استاذ عم ندور على رسالة معرض روبيان. استغفر الله العظيم، من كثر ما دورنا وبحبشنا نسيت على شو عم ندور، وبما انه ما لقوها فلازم تكون بجيبتي اكيد. عفوا استاذ، عم اقول لك هذا الشيء صار الصيف الماضي، يعني مو معقول انت تكون لابس نفس البدلة لهلا. ايوه لحبيبتك يا ملاحت. طيب بتتذكري البدلة اللي كنت لابسها ذلك اليوم؟ ما بعرف بس بحاول اتذكر. رجاء اتذكري. شو طلع معك؟ لحظة بترجعك لحظة. طيب شو يا ملاحات وين صرنا؟ ايه تذكرت. شو ذكرتي؟ تذكرت هداك اليوم وكأنه صار مبارح. استاذ يوميتها كنت لابس الجاكيت البيج السبور يلي له شامو على قبه وكواعه. صحيح عندي هيك جاكيت انا، مزبوط. وكمان كنت لابس بنطلون لونه حليب على شوكولا، وكنت حاطت محرمة بجيبتك الفوقانية. صحيح يا ملاحات، أنا ما بطلع من البيت أبداً بلا محرمة، هيك مرتي بتحبني. حتى الجرابات اللي كنتوا لابسينها أستاذ بتذكرها، إيه كان لونها بني غامق. كتير كنتوا أنيقين هذاك اليوم أستاذ. أوه هذا من ذوقك يا ملاحات. رمضان أعطيني البيت بسرعة الله يرضى عليك. هلأ ارتاح بالي وطابت أحوالي، ولو كنت عرفانة من الأول أنه رسالة معرض روبيان بجهتي ما كنا هلأ. ألو ألو ألو، مرحبا ندى، شلونك؟ لا 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 ما في شيء، بس بدي أطلب منك هالطلب الله يرضى عليك. شوفي بتفوتي هلأ على خزانتي وبتدوري بجيب كل جواكيتي البيج. لا لا بس ورقة مهمة أنا بدي أحشها هنيك. يلا يلا حبيبتي ناطرك على الخط. إيه ما في منها هالندى، يعني أنت سكرتيرتي بالمكتب وهي سكرتيرتي بالبيت، طبعا بالإضافة لمهام أخرى بتقوم فيها ندى كزوجة وما بتقدري أنت تقومي فيها أبدا، ما بتقدري. شو ما كان.
كده. ايه شو الحكي؟ يعني الجواكيت بالمصبغه؟ بالمصبغه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وان شاء الله فتشتيهم قبل ما تبعتيهم؟ ما فتشتيهم؟ ما فتشتهم. الله يصلحك يا ندى. على كل حال وينك؟ ابعتي جيبهم بسرعه، وشو ما بيطلع بجيوب الوراء ابعتي لي اياهم على المديريه. لا لا ولا يهمك، لا تزعلي، انت ما عليكي حق. ايه الله معك، مع السلامه. عجبك على الفصل؟ الجواكيت بالمصبغه. قسما بالله كنت بدي جاوبه، بس خفوا تضره. لانه اذا دريوا الكبار انه تطاول علي يمكن يسرحوه او ينقلوه لمحل بعيد او يحطوني بداله. وبيني وبينك انا ما بدي وجعة الراس. اصلا عرضوا علي منصب المدير العام من هذاك العام، قلت لهم حلوا عني يا عمي واتركوني بهمي، انا ما بدي الا وظيفه ثابته. يمكن لو كنت بداله كنت لو كنت بداله كانت المديريه هلا بالعلالي، بس انا رفضت. اخي شو بدي وجعة القلب؟ طيب على فرض التقت رسالة الدعوة لمعرض روبيان، فيا ترى منلحق نرتب المعرض ونجهز امورنا؟ ليش لحتى ما نلحق؟ شو المسألة كيميا؟ يا عليم الله انا مستعد نظم لك اكبر معرض اقتصادي وانا مغمض عيوني. ولمعلوماتك المدير العام اخر مرجوعه الي ومنذكر بعضنا، هيدا اني. احترامي. اهلين. هذول بعثوا لك اياهم من البيت. يسلم ديارتك، الله معك. يا ملاحد ملاحت تفضلي عندي شوي. أمر أستاذ. بدي مكبر. ايه هون في مكبر، تفضل. ايوه. شو ماشي ماشي مكتبي منعمل. هالورقة ما لها علاقة، توصية مشان تعين موظف. كمان هي ما لها علاقة، تظلم مشان رفع راتب آزين. ما صفي غير هي. هي هي هيك هي هي، تعال شوفي تعال شوفي. شوفي مالي شايفه شيء استاذ؟ شلون مالك شايفه شيء؟ اقري بسفر الورقه. هون 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 مو فوق، هون عند الامضة. هو صحيح لون الحبر رايح بس بدنا نقرا. اقري اقري. المسؤول التجاري لمعرض روبيان، والباقي مو واضح. هذا اكيد هالمصبغه على البخار او على الناشف، لانه الكتابه رايحه تماما وفحوى الدعوه ممحي. شو عليه استاذ؟ المهم انه لقيناه ومشي الحال. برافو عليك يا ملاحت، احسنتي. على كل حال هلا اوعى الفور رح تبعتي لي فاكس لروبيان وبتعلميهم بموافقتنا على الاشتراك بالمعرض الاقتصادي. حاضر استاذ، تأمر شيء ثاني؟ لا سلامتك، الله معك. الو استاذ داوود، تعال لعندي اعمل معروف. خير استاذ، منين جاينا هالفاكس؟ من المدير التجاري لمعرض روبيان، عم يعتذر عن اشتراكنا. شو هالحكي؟ يعني بعد كل هالتعب طلعنا ابن على حجر؟ بسيطة بسيطة. أنا راجع بجويل. ماشي. احترامي سيدي. خير شو في؟ المدير التجاري لمعرض روبيان عم يعتذر عن مشاركتنا بحجة إنه تأخرنا عن علم. أعوذ بالله، شو هالحكي؟ امشينا لحتى حفينا وبكينا لحتى عمينا حتى نقدر نلبي دعوتهم، واخرت هالشي كله فافوش. ولا يهمك سيدي، في لها حل للمشكله. هات الفاكس من ايدك لك، روح على شغلك. يعطيك العافيه. حاضر سيدي، السلام عليكم. ايه سيدي، شو بدنا نسوي هلا؟ لازم نشترك بهالمعرض مهما كانت الاسباب، لانه مثل ما بتعرف هالفرصه كثير نادره لحتى نعرف على البلد ومنتوجاته. بقى شو العمل برايك يا داود؟ بسيطه استاذ، تليفون صغير منك للقنصل التجاري بيمشي الحال.
هيك فكرك؟ سيدي مو أحسن ما يلومنا سيادة الوزير على تقصيرنا؟ قلتك يا رمضان الله يرضى عليك اتصلي بالقنصل التجاري بروبيان وبعث لي مكالمة على سلكي. والله محتار شو بدي له. سيدي قل له انه العلاقة بين بلدين صديقين وانه ال... الو ايوه احترامي سعادة القنصل. شو هاد؟ في خشخشة بالتليفون. يعني الصوت مو واضح؟ ما بعرف عم بيقولوا لي حط رسالتك على السكرتيرة مشان يترجموها فيما بعد للقنصل. ايه لحظة دقيقة انتظر. خلص الصافرة. تفضل احكي سيدي احكي. الو احترامي سعادة القنصل، انا المدير العام الاقتصادي، تلقينا دعوة بلادكم للاشتراك بمعرض روبيان، هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية، وشرفنا ذلك، ولكننا لظروف طارئة خارجة عن إرادتنا قصرنا في الرد، مما جعلهم يعتذرون عن اشتراكنا، والآن وبناء على العلاقات الثنائية الطيبة وعلى الروابط التاريخية والصداقة الحميمة التي تربط بين بلدينا، نتمنى منكم إفساح المجال لنا للاشتراك بهذا المعرض الذي هو في الحقيقة صيحة في ميدان الاقتصاد العالمي، وتفضلوا سعادة القنصل بقبول فائق الاعتبار. شكرا للمترجم. حلو، هذا المطلوب سيدي. اي سيدي، فيما لو وافقوا شلون بدنا نرتب الموضوع؟ هات لشوف. هلا انا شو بدي بهالحكي كله؟ انا بعرف انك انت المدير العام ولازم ما ترد لا على داود ولا على مسعود. اي صحيح، بس بيضل المستشار داود زلمه مقدر وخرج الحمله. يعني بدك تحطه رئيس الوفد؟ ليش لا؟ يعني شلون ما كان داود تحت ايدنا منحسن نمون عليه. بعدين تعال اقول لك، فكرك موظفين المديريه عندي كثير فهمانين؟ اي حشات ابليس افهمهم بده مين يخلع بده مين يلعق. حاجه ترفع الدور علي بقى خلاص، انا رح اقول لك رايي واعمل بعدين اللي بيناسبك. هاتي لشوف. شو رايك باخي جميل؟ جميل؟ وشو جاب اخوك جميل للنص؟ جميل معه ليسانس تجارة من 10 سنين وحربوه كتير بيفهم شغلة المعارض. ولو كان يا ندى ولو كان، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ اصلا اخوك مو موظف عندي بالمديرية. ايه يا حبيبي مو شرط يكون موظف عندك، انت لازم تبعت الكفاءات. ايه بغض النظر عن مكان عمله اذا بالشغل عندك ولا عند غيرك. ما بقدر يا ندى ما بقدر. شو هالحكي؟ قال جميل قال جميل. هو ليش هيك عم تتمسخر؟ ما عم بتمسخر بس. هلأ أنو أحسن إنك تفيد الغريب ولا القريب؟ بعدين المثل بيقول لك نفع غيرك بشي ما يضرك. وحبيبي أنت بتعرف يعني إنه مرته لجميل بدها تعمل عملية جراحية من شبكية عيونها، فليش لحتى يعني؟ يعني بدك مرته لجميل تروح معه كمان؟ لك حبيبي أنت دافع شي مع ربك، كله على حساب المديرية يعني. بعدين تعرف إذا بدهم يدفعوا تكاليف الطيارة وتكاليف إقامتهم هنيك إنه بده يكلفهم فوق 160,000 ليرة؟ إيه حرام عليك. بعدين انا اللي شجعني احكي انه طبيب العيون تبع مرت اخي قال لها انه في احسن جراح عيون موجود بروبيان، لذلك يعني حرام تقطع بنصيب الجماعه يا حبيبي. الو نعم. اهلين وسهلين ومرحبتين. احترامي يا سيدي. الحمد لله بخير وسلامه، يخلي لي اياك ويطول عمرك. ولو انت بتمروا يا سيدنا. مين؟ الأستاذ داود؟ إيه طبعاً عندي. صحيح يا سيدي المعرض بعد 3 أيام. امروا. والله العظيم هو هيك أنا بفكري. يخلي لي إياك مثل ما بتمروا يا مولانا، نحن بالخدمة. لا والله القلب على القلب، كان داير بفكري أنتوا حضرتكم قلتوا لي إنه. لا 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 يا سيدي خلاص رغبتكم أمر. الله معك يا سيدي، يخلي لنا اياك وينفعنا من رضاك. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. الله معك يا سيدي، الله معك يا سيدي، تحياتي. مين؟ ابو العلا عم يطلب مني ابعت داود رئيس الوفد. اولي على حظنا.
معناتها راح كل كلامي على الفاضي. لا 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 ولا يهمك، راح ابعث لك جميل ومرته بصفة أعضاء بالوفد. منيح هيك؟ شكرا حبيبي. أستاذ خبروني إنه وصل أبو هيثم، جاي مباشرة على مكتبكم. شو الحكي؟ شو جاي قبل موعده؟ منين؟ لقلي مرحبا يا مراد. يا أهلا وسهلا سيدي، سلامات يا مين، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا، شرفوا مولانا. ملاحات عصير حاضر فريش حاضر. يا أهلا وسهلا سيدي يا مين، مرحبا، شرفتوا. كيفك يا مراد؟ كيف أحوالك يا سيدي؟ الحمد لله، نشكر الله ونحمده يا سيدي. قال في معرض اقتصادي كبير بمدينة روبيان، صحيح هالحكي؟ صحيح يا سيدي، والاستعدادات جارية على قدم وساق حتى نبيض وشنا قدامكم. طيب وشكلتوا الوفد من الموظفين والخبراء ولا لسه؟ تقريبا سيدي، تقريبا. عظيم كتير. عفوا شو هو العظيم مولانا؟ عظيم انه ما شكلتوا الوفد، لانه يا مراد انا جاي لعندك من شان لحتى ابعت ابني هيثم ضمن اعضاء الوفد. بتعرف انت ابني هيثم ما شاء الله سنة رابعة سياسة واقتصاد وتجارة، يعني اختصاصه مو بعيد نهائيا عن طبيعة عملكم. الله يسلمه ويحرسه يا سيدي ويخلي لكم اياه. من شان هيك يا مراد حابب تحط لي اسمه مع الوفد، هو وزوجته ديما حاكم، الاثنين متجوزين جديد ولازم شهر عسل. بقى خلينا نضرب عصفورين بحجر واحدة، شو بنخسر؟ ما بنخسر شيء، ما هيك يا مراد؟ لا لا ابدا ما في خساره، بالعكس ما بنخسر شيء، وهن رح يربحوا يا سيدي. بس ما سالتني ليش حبيت ابعتهم عن طريقك؟ لانه روبيان بعيده، وبصراحه اذا ما دحشناهم مع اعضاء الوفد ما رح يصح لهم اطلاقا مثل هيك رحله. ما اخليهم يتسلوا ويتفرجوا. معلش. تفضل استاذ. لا لا شكرا، انا صار لازم امشي، عندي موعد مهم كثير. ليش تدي تشرب عصير؟ شكرا مراد، انا كثير مبسوط منك. يطول عمرك يا سيدي، خلينا يا شكرا. الله معكم يا سيدي، تشرفتوا. الله معك سيدي، مع السلامه. منيح اللي اجت زيارته على هيك، لانه ظنيت غير هيك. مراد؟ نعم. بيكون وصل الوفد لروبيان ما هيك؟ ايه طبعا، لانه في ست ساعات طيران لهنيك، يعني حلهم يوصلوا. ايوه. وانت بعتت ابن عم الوزير ولا؟ لا شو ولا؟ طبعا بدي ابعته، ما احلالي والله ومالي باعته. العين ما بتقاوم المخرز يا ندى. ايه مزبوط يعني، بس بدي اسالك شغله. هلا معقول يعني ما بيتلقى بكل الموجودين ولا واحد بيفهم بامور المعارض؟ يعني قصدي مثلا انه كلياته من الاخ جميل مرته ولا الا ما يلتقى يعني؟ لا، في عندك مثلا المهندس الخبير، هذا انا اخترته بنفسي، لانه هنيك رح يسلمونا الجناح على العظم، والجناح لازمه ديكور وفرش وتاسيس ودهان ومن هالامور. يعني لازمه بناء؟ بالضبط. وبتلحقوا يا ترى؟ بنلحق ستي، ليش لحتى ما نلحق؟ والمهندس الخبير حسام نشيط كتير ومتحمس وآخذ المسألة كلها على عاتقه، وبصراحة أنا بحب الشباب أكثر من الختيارية المخضرمين. والله أنا رأيي إنك تعمل مسابقة لاختيار أجمل تصميم والفائز هو اللي بياخد جائزة. حلوة فكرتك، بس ما بعرف، بخاف تاخد وقت. ما بتاخد وقت ولا شيء؟ أنت ما عندك مهندسين بالمديرية؟ أوه طبعاً، على قفا مين يشيل؟ أصبح ليش ما بتخليهم يشتغلوا وبتستفيد أنت من خبرتهم؟ وعلى الأقل أنت هيك بتشوف التصاميم كلها قبل ما تبعتها لروبيان. هيك قلتك؟ والله أنا شايف الأمور هيك لازم تمشي. شو رأيك بهالتصميم أستاذ؟ شعبي كتير وفولجير. وهاد؟ هاتي لشوف. مو هيك هيك. لا هيك. ايه؟ والله ما فهمت راسه من ذنبه. مشرشح والوانه معجوقة. هاتي غيره. شوف هاد. ايوه. 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 ايه ماني شايف الا حيطان ومساطيب.
حبيته ما حبيته خلاص خلاص ما بدي اياهم منوب. انا رح حل المساله. شوفي اذا قلنا المدخل على شكل قوس شرقي ماخوذ من تاريخنا المعماري وبالصدر هو المعروضات وهون باب تاني على شكل باب خوخه ببسامير بسامير مشان تدل على عراقه تقاليدنا وهون يا ستي بيقعد يلي بده يمضي على سجل المعرض وخلاص انتهينا خلصت القصه شو رايك؟